أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، صدق الله العلي العظيم. من الحضور صاحب شركة؟ العديد منكم أصحاب شركات، بين شركات صغيرة أو شركات كبيرة. اليوم نريد أن نفتح شركة، أو ندير شركة، هناك أمور واضحة جدا لكل أصحاب الشركات في كيفية التعامل مع الموظفين في قسم إدارة الموظفين في كل شركة، أمور تعتبر من الأوليات، من الأمور الواضحة، من البديهيات. مع أي موظف الشركة تخطو خطوات، هناك 4 خطوات حتما ويقينا كل شركة مع كل موظف فيها تخطو هذه الخطوات 4. الخطوة الأولى توقيع عقد بين الشركة وبين الموظف، سواء كان العقد على ورقة، العقد شفهي، بالنتيجة لازم يكون هناك عقد بين الشركة وبين الموظف، يبين له ما له ويبين له ما عليه، ما هو واجبك، ما هي المزايا التي نعطيها لك، راتب غير ذلك. هذه الخطوة الأولى، توقيع عقد مع الموظف. الخطوة الثانية، مراقبة هذا الموظف على مدى فترة دوامه. الخطوة الثالثة، تقييم هذا الموظف بصورة يومية، بصورة أسبوعية، بصورة سنوية، كيف كان أداء هذا الموظف، أدى الشيء الذي طلب منه بالصورة الصحيحة أم لا، تقييمه. الخطوة الرابعة، معاقبة وعقاب الموظف إن أخطأ، إن خالف الاتفاق. هذه خطوات
البديهية يبدو في كل الشركات مع كل الموظفين. أما الشركة التي نريد أن نفتتحها اليوم، وبتعبير أصح نريد أن نديرها إدارة صحيحة، هناك شركة موجودة لا نحتاج إلى أن نؤسس هذه الشركة، هذه الشركة قد أسست، نحن نريد أن ندير هذه الشركة إدارة صحيحة. ما هي هذه الشركة؟ هذه الشركة هي أنا، هي أنت، هي هو، الشخص نفسه، كل إنسان هو شركة، ويوجد هناك مثل موظف في هذه الشركة، هذه الشركة التي هي أنت، هي أنا. الموظف النفس، موظف عندك أو بمثابة موظف، نريد أن نخطو هذه الخطوات الأربع مع هذا الذي هو بمثابة موظف، نطبق هذه الخطوات مع النفس. الخطوة الأولى توقيع عقد مع هذه الموظفة. لماذا سميتها موظفة؟ لأن النفس في اللغة العربية مؤنث، هذه موظفة اسمها النفس، تعمل هذه الموظفة عند الإنسان. أول خطوة توقيع عقد معها. في الشركات توقيع العقد مع الموظف يكون بالسنة مرة، بالسنتين مرة، ثلاث سنوات مرة، أقل أكثر. لا، هذه الموظفة تحتاج توقيع عقد يوميا، يلزم أن نوقع عقدا معها في كل يوم، صباح كل يوم. اليوم يجب عليك تمنعين من كذا، اليوم أنت موظفة يلزم أن تكوني جميلة رائعة أمام الله سبحانه وتعالى. أنا صاحب الشركة أريد منك أنت النفس أن تكوني بشكل الله سبحانه وتعالى يراك جميلة. هناك أدعية عديدة في الصباح تقرأ، بعض هذه الأدعية توجيه لهذه الموظفة، توجيه للنفس. من جملة الأدعية هناك دعاء يقرأ، هذا الدعاء بعد صلاة الفجر من تعقيبات صلاة الفجر، صلاة الصبح، دعاء جدا جميل وجدا رائع. هذا الدعاء يتضمن أربع آيات قرآنية، ويتضمن هامشا على هذه الآيات القرآنية دعاء إذا قرأه الإنسان شهرا واحدا يحفظه، دعاء سريع الحفظ، لعل هذا الدعاء لا يأخذ من وقتك إلا دقيقة أو أقل من دقيقة. الدعاء وارد عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، صلاة الفجر، من جملة التعقيبات الإنسان يقرأ هذا الدعاء، بسم الله وصلى الله على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في بعض النسخ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله وإن كره الناس،
حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعاء لعله يأخذ من وقتك دقيقة أو أقل من دقيقة. والدعاء إذا استمر الإنسان عليه في كل يوم لعله بعد الشهر أو أقل من شهر يحفظه. دعاء سريع الحفظ، لأنه في بدايته 4 آيات قرآنية، هذه الآيات من الآيات التي عادة المؤمنون يحفظونها. ثم بعد ذلك شيء على هامش هذا الدعاء، هذا الدعاء فيه إشارات عديدة لتوجيه هذه الموظفة. لا تريد أن تقرأ هذا الدعاء، وجه حقا بلسانك، قل لنفسك، خاطب نفسك في كل يوم صباحا 5 ثواني، خاطب نفسك: أنا أريد منك أن تكوني موظفة جميلة أمام الله اليوم، وإلا. فالخطوة الرابعة العقاب. هذه الخطوة الأولى، توقيع عقد يومي مع هذه الموظفة. ثانيا، مراقبة هذه الموظفة التي اسمها النفس. موظفة قد تنحرف وبسرعة تنحرف، قد تمشي خطأ، لا تأخذ الشركة معها بالخطأ، تحتاج إلى مراقبة. روايات عديدة، بل لعلي أقول روايات كثيرة وردت في مراقبة هذه الموظفة، مراقبة النفس. في حديث عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطب خطبة، ضمن الخطبة يقول صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله امرأ راقب ربه. راقب ربه يعني ماذا؟ يعني يراقب أفعال الله سبحانه وتعالى؟ لا، يراقب أن الله سبحانه وتعالى اليوم يرسل مطرا أم لا؟ الله عز وجل هل اليوم خلق مجموعة من الكواكب أم لا؟ يراقب أفعال الله؟ لا، راقب ربه يعني راقب نفسه أمام ربه. في النسبة أدنى ملابسة كافية. راقب ربه يعني ماذا؟ يعني يراقب نفسه أمام الرب عز وجل. مراقبة، هذا النفس تحتاج مراقبة باستمرار. هناك حديث شريف لعل الكثير من المؤمنين يحفظونه، حديث من أروع روائع كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة على ما ببالي موجود الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل لسانه وراء قلبه، أول يفكر بعدين يقول، يفكر بعدين يقول، يعني ماذا؟ يعني يراقب هذه النفس، لا تأخذ راحتها، أي شيء تريد أن تقول لا. لسان العاقل وراء قلبه، مراقبة. الخطوة الثانية مع هذه الموظفة، أقول الموظفة المشكلة، مراقبتها. الخطوة الثالثة تقييمها، تقييم النفس في لغة الروايات الشريفة يسمى بمحاسبة النفس. محاسبة يعني ماذا؟ يعني تقييم. في الحديث الشريف عن الإمام أبي الحسن الماضي، أي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. يوميا تقييم هذه الموظفة النفس. آخر الليل الإنسان يقيم ماذا صنعت هذه النفس بي.
الموظف يقيم بالسنة مرة، بالستة أشهر مرة، بالشهر مرة. لماذا هذه الموظفة يلزم أن نقيمها في كل يوم؟ أولاً الشركة هذه ليست شركة صغيرة. بعض الشركات شركات صغيرة، بالسنة مرة أجرد كافي، بالسنتين مرة أجرد كافي. بعض الشركات شركات كبيرة، بعض الشركات شركات ضخمة. الشركة التي تبيع في كل يوم 100,000 بضاعة، هذه الشركة تحتاج محاسبين يقيمون يقدرون يوميا الربح والخسارة. شركة كبيرة انحرفت قليلا تنحرف كثيرا، لأنها شركة ضخمة كبيرة. بعض الشركات تبيع باليوم 1,000,000 بضاعة، هذه ضخمة جدا، هذه تحتاج مراقبة، تحتاج تقييم يومي إجمالي على الأقل. هذه الشركة التي هي أنا وأنت، هذه باليوم لا تبيع 1,000,000 بضاعة، ولا 5 ملايين، ولا 10 ملايين، عشرات الملايين من البضاعات في كل يوم تبيعها. نظرات الإنسان، كم نظرة تنظر؟ نظرة باختيار قصدي. الأشياء التي يستمع إليها باختياره كم هي؟ الأقوال التي يقولها الإنسان، الأفعال التي يفعلها الإنسان، تعامله مع من حوله، بل حتى التفكير، حتى ما في قلب الإنسان يؤثر سلبا إيجابا. هذه الشركة شركة كبيرة تحتاج إلى تقييم يومي، هذا أولا. ثانيا، عندك موظف في شركة، في شركتك، هذا الموظف تأثيره عادي، أنت إذا حاسبته بالسنة مرة كافي، بالسنتين مرة كافي، ولكن هذه الموظفة تأثيرها كبير، قد تخسر هذه الشركة بتصرف واحد، قد تربح هذه الشركة ربحا كبيرا بتصرف واحد. موظفة خطيرة، مكانتها مكانة خطيرة يا أخي، شركة بيد موظفة، كل الشركة شركة ضخمة، ممكن هذه الموظفة تأخذ هذه الشركة إلى نار جهنم. نار جهنم يعني ماذا؟ يعني الشركة انتهت في أمان الله. ممكن أن هذه الموظفة تأخذ هذه الشركة إلى الجنة، يعني أكبر ربح. شركة بيد موظفة، بيدها ربح الشركة وخسارتها. هذه الموظفة تحتاج إلى تقييم يومي على أقل التقادير باليوم مرة قيمها. الإمام أبو الحسن الكاظم عليه الصلاة والسلام لا يقول أكثر شيء حاسب نفسك مرة واحدة، هذا أقل شيء أن تحاسبها مرة واحدة. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، أدنى المستويات ما عنده، حاسبها مرتين، حاسبها 3 مرات، جيد، أقل شيء على الأقل مرة حاسبها. محاسبة النفس يوميا، نعم يوميا، النفس خطيرة، بكلمة واحدة تنتهي الشركة كليا في أمان الله، إلى نار جهنم يعني النهاية. بكلمة واحدة تربح، بتصرف واحد تخسر خسارة كبيرة، ربح كبير. أساسا ما هي فوائد محاسبة النفس؟ أولا، محاسبة النفس تحبب إليك الخير. محاسبة النفس يوميا، التزام بمحاسبة النفس، أولا تحبب إليك الخير، تبغض إليك الشر. لماذا؟ لأنه آخر الليل إذا مر واحد تجرد، ماذا صنعت؟ إن رأى عملا صالحا، في بعض الروايات لعله في هذه الرواية الشريفة، إن عمل حسنا استزاد الله، يفرح. هذا الفرح يحبب إليك الخير أم لا؟ لأنك تعلم في النهار عندما تعمل عملا سوف تفرح، إذا التزمت هذه تصبح ملكة في نفسك. يبغض أو تبغض محاسبة النفس، تبغض إليك الأسوأ، المساوئ العملية، لأنك تعلم في الليل سوف تحزن إذا عملت هذا العمل السيء، وكل يوم حاسبت نفسك
وأنبت نفسك إن صدرت منها عمل سيء، معنى ذلك أنه شيئا فشيئا بمجرد أن تريد أن تعمل العمل السيء تتذكر أن هذا العمل سوف يكون حزنا عليك في الليل بعد ساعة بعد ساعتين. شيئا فشيئا تبغض السوء تبغض الشر. نعم، هذه الفائدة الأولى، تحبب المحاسبة، محاسبة النفس تحبب إليك الخير تبغض إليك الشر. ثانيا، درجة أعلى من الحب والبغض، تشوقك على الخير وتمنعك من الشر. الشيء الذي يحزنك تتجنبه بطبيعة الحال، مرة مرتين 10 مرات 20 مرة يحزنك هذا الشيء خلاص تتركه، يثبطك عن الشر. الشيء الذي يفرحك يشوقك، تشويق للخير، تثبيط منع عن الشر. الفائدة الثالثة، الإمام أبو الحسن الكاظم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إن عمل حسنا استزاد الله. الله، كم هذه الكلمة عظيمة إذا صنعها الإنسان، يطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد. إلهي أنا اليوم أول ما نهضت توضأت صليت صلاة الليل مثلا، أو لا على أبواب صلاة الصبح صليت صلاة الصبح، إلهي هذا كانت من توفيق منك أشكرك، أطلب منك المزيد، استزاد الله. تعلمون كم تأثير هذه الكلمة عظيم؟ هذه الكلمة شيئا فشيئا تفهم الإنسان بأن الخير من الله، يحتاج توفيق، يعني ليس مني. هذا الشخص الذي في كل يوم إذا رأى عملا صالحا استزاد من الله، هذا الشخص يصاب بالعجب؟ أبدا لا يصاب بالعجب، لأنه يعلم أن الخير ليس منه. العجب متى يأتي؟ هذا المرض الشخص النفسي، المرض القلبي الكبير الذي اسمه العجب. الإنسان الذي دائما يطلب المزيد من التوفيقات من الله، هذا الشخص يصاب بالعجب؟ لا يصاب بالعجب، لأنه يعلم أنه ليس منه، من الله، فلا تصاب بالعجب. بالإضافة إلى أنه هذا دعاء استزاده، يطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى، الدعاء يستجاب، الله عز وجل يوفقك. وفقك مرة، قلت إلهي شكرا لك أشكرك وأطلب منك المزيد، الله يفيض عليك. طبعا لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا شكر لساني واستزاده، شكر ودعاء. هكذا في الجانب الآخر، والعياذ بالله، وإن عمل سيئا استغفر الله، كم هذا أيضا عظيم. انسداد الشرايين، من يعرف عنها؟ هذه المشكلة التي تحصل، كثير منكم لعلكم تعرفون عن انسداد الشرايين. انسداد الشرايين كيف يحصل؟ اسألوا الأطباء، أنا لست طبيبا، أنا إجمالا أعرف، الأطباء يعرفون تفصيلا. انسداد الشرايين كيف يحصل؟ هذا الذي هو السبب الأساسي للجلطة القلبية التي أحيانا تنهي حياة الإنسان. كيف يحصل انسداد الشرايين؟ الشريان له حالة مطاطية، يتوسع يتضيق، إذا صار ضغط في الشريان يتوسع، هو الشريان يتوسع، إذا كان الوضع عادي يتضيق وضعه الطبيعي. تأتي أوساخ، أنا الآن أسميها أوساخ، كوليسترول أو غير كوليسترول أي شيء كان، تأتي أوساخ تجلس على مكان معين في هذا الشريان، تأتي طبقة ثانية وطبقة ثالثة وطبقة عاشرة، 100 طبقة 1000 طبقة، شيئا فشيئا هذا يتكلس، الشريان يفقد مطاطيته، يصبح شيئا صلبا، إذا صار ضغط لا يتوسع. هنا أصغر مشكلة تصيب الشخص بالجلطة القلبية، أصغر مشكلة، مشكلة عادية، شيء حركة سريعة، شيء من الأوساخ صغير صغير جدا، يأتي هو أساسا الطريق مسدود شيء منه ومتصلب. المشكلة مشكلة التصلب، انسداد العروق يسمى، تصلب الشرايين يسمى،
قلب الإنسان هكذا. الإنسان والعياذ بالله يرتكب ذنبا، تأتي طبقة على هذا القلب، طبقة أوساخ. هناك نور يشرق على قلب الإنسان، هذا النور يضعف، والعياذ بالله ذنب ثاني، طبقة ثانية، ذنب ثالث، طبقة ثالثة، ألف طبقة. شيئا فشيئا هذه الطبقة تمنع وصول أي بصيص من النور إلى هذا القلب، خلاص القلب يتصلب، هذا قلب شبه ميت، نور لا يصل إليه، خلاص طبقات. إذا الإنسان استغفر باستمرار، رأى ذنبا ندم تاب، التوبة تمحو أم لا؟ تمسح أم لا؟ تنظف؟ تنظف. الطبقات لا تتراكم، هذه إحدى أكبر فوائد محاسبة النفس بصورة يومية. تستغفر، وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه. يعني ماذا؟ يعني تنظيف، بل أحياناً أصلاً بدون تنظيف، لأن هذا الاستغفار، تعلمون المؤمن والعياذ بالله إذا ارتكب ذنباً إلى 7 ساعات الذنب لا يكتب عليه، يعني إلى قبل 7 ساعات إن استغفر خلاص لا يكتب ولا شيء، يعني حتى الطبقة عادية لا تأتي على هذا القلب. أحياناً الإنسان ارتكب ذنباً قبل محاسبة النفس بأقل من 7 ساعات، استغفر الله في محاسبة النفس أصلاً لا يكتب عليه شيء، أصلاً القلب لا يتوسخ. هذه فائدة كبيرة أم لا؟ هذه فائدة كبرى في محاسبة النفس. فوائد محاسبة النفس كثيرة. الخطوة الأولى مع هذه الموظفة ماذا؟ توقيع العقد اليومي معها ولو بلسانك بطريقتك الخاصة. الخطوة الثانية مراقبة هذه الموظفة. الخطوة الثالثة محاسبة هذه الموظفة، محاسبة النفس، تقييمها، محاسبة النفس. بقيت الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة وهي معاقبة هذه الموظفة. هذه الخطوة نتركها إلى وقت آخر. أختم كلامي بحديث شريف عن الخطوة الثالثة، لازلنا في الخطوة الثالثة، محاسبة النفس. الأحاديث في محاسبة النفس، بلفظ محاسبة النفس وبألفاظ أخرى أحاديث عديدة بل كثيرة. أقرأ لكم إحدى الأحاديث، لعلها، لا أقول لعلها، حتما من أروع الأحاديث الشريفة عن محاسبة النفس ومن أكثرها تفصيلا أيضا، وأختم بهذا الحديث الشريف كلامي. الحديث الشريف هذا ورد في كتاب تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ينقل عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ألا أنبئكم بأكيس الكيسين؟ عندنا شخص شاطر ذكي كيس، هذا النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن الكيس، يتحدث عن أكيس الكيسين. من هو أكيس الكيسين؟ ألا أنبئكم بأكيس الكيسين وأحمق الحمقى؟ من هو أكيس الكيسين؟ من هو أحمق الحمقى؟ ليس أحمق، أحمق الحمقى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: أكيس الكيسين من هو؟ هذا المدير الموفق لهذه الشركة. أكيس الكيسين من حاسب نفسه. هذا أشطر إنسان يتمكن أن يدير هذه الشركة التي 90% من الناس، لا لعله أكثر من 90% من الناس لا يعرفون إدارتها، هو يعرف إدارة هذه الشركة.
هذا أكيس الكيسين. أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. الموت بعيد عنا، أين الموت؟ لا أنا بعدي شاب. بعض الناس يعمر 120 سنة، أنا بعدي أصبر. الموت يأتي بغتة، لا الإنسان يفكر لا باله. اليوم الآن مشغول بالأكل بالشرب بالكذا، ساعة بعد ذلك في أمان الله انتهى. ساعة لا أقل يعني 60 دقيقة، ساعة زمنية يعني فترة من الزمن. هؤلاء الذين يموتون بالحوادث، هؤلاء الذين يموتون بالجلطات القلبية، هؤلاء الذين يموتون بأمراض ثانية، كثير منهم قبل ساعة ما كان يعلم أنه بعد ساعة هو ميت. أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. خب، ومن أحمق الحمقى؟ يقول صلى الله عليه وآله: وإن أحمق الحمقى من أتبع نفسه هواها. لعل العبارة تقرأ بشكل آخر: من اتبع نفسه هواها، أو عبارة ثالثة: من اتبع، عفوا، من أتبع نفسه هواها. ثلاثة صور احتمالات في هذه العبارة، المعنى واحد: الذي يعطي لنفسه هواها، الذي يتبع نفسه هواها، يجعل الهوى تأخذه. وتمنى على الله تعالى الأماني، يعطي نفسه هواها ويتمنى على الله عز وجل الأماني. أمنية من أول الصبح إلى آخر الليل نايم، وهذه الموظفة تعمل في الشركة على كيفها، وفي آخر السنة يريد أن يربح هذا الشخص. هذا عقل؟ هذا كيس؟ هذا أصلا يفهم؟ نفس بهذه الدرجة من الخطورة يعطيها الشركة أول تالي: اعملي ما شئتي، لا مراقبة، لا من قبل المراقبة توقيع عقد، لا محاسبة ولا شيء. في النتيجة ماذا يريد؟ يريد أن تربح هذه الشركة. من اتبع، أو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى الأماني، هكذا يعطي النفس هواها ثم يتمنى على الله أنه نعم إن شاء الله أدخل الجنة. هذا النفس تجعلك تدخل الجنة أصلا. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يعبر هذا التعبير الشديد، العبارة جدا شديدة: أحمق الحمقى. وإن أحمق الحمقى من أتبع نفسه، لعله العبارة هكذا تكون أو إحدى الاحتمالات، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى الأماني. فقال الرجل، الرواية عمن؟ نقلها المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن رسول الله، صحيح؟ الرجل سأل من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكيف يحاسب الرجل نفسه؟ سؤال جدا مهم. من حاسب نفسه هذا أكيس الكيسين، كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح، أصبح الخطوة الأولى توقيع عقد، الخطوة الثانية مراقبة، الإمام يبين الخطوة الثالثة. إذا أصبح ثم أمسى، هنا موطن محاسبة النفس في المساء، إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال، يخاطب نفسه: يا نفس، في نسخة، فيقول: يا نفسي، إن هذا يوم مضى. أنت أخذت راحتك في الشركة هذه، الشركة كانت بيدك، ماذا صنعتي في هذه الشركة؟ فيقول، فيقول: يا نفسي، في عبارة، أو قال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله تعالى يسألك عنه فيما أفنيتيه. في أي شيء أفنيتي هذا اليوم؟ يسألك: فما الذي عملت فيه؟ جرد. أذكرت الله أم حمدتيه؟ قلت لا إله إلا الله.
قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكرتي تذكر، أقضيت حوائج مؤمن، أنفست عنه كربه، أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده، ما كان موجود، حفظتيه في أهل جيرانك مؤمن، أنت النفس ماذا صنعتي؟ أحفظتي المؤمن في أهله وولده، أحفظتيه بظهر الغيب مع عدم وجوده في أهله وولده، أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه الذين تركهم هذا الميت، بعد موته أنت حفظتيه، حفظتي الميت، هذا أخوك كان، أخوك أنت النفس، أكففتي عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك، كنت جالسا في مجلس أرادوا أن يغتابوا شخصا مؤمنا، أنت لك وجاهة، إذا قلت لهم لا تفعلوهم هم يتركون يسمعون لك، هنا بفضل جاهك منعت عن غيبة مؤمن، أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك، أأعنت مسلما، ما الذي صنعت فيه؟ خلاصة القضية، يسأل الإنسان من نفسه، هذه محاسبة النفس، فيذكر ما كان منه، ما صنعه اليوم، يتذكر من أول الصبح واحد واحد بسرعة خلال 3 دقائق 5 دقائق، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله تعالى وكبره على توفيقه، إلهي هذا التوفيق كان منك، هذا إذا ذكر عمل خير، مصلي صلاة الصبح في وقتها، مأدي مستحبات، مأدي واجبات تجاه أهله، تجاه أبيه، تجاه أخيه، تجاه صديقه، تجاه دينه، تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واجبات أو مستحبات، يحمد الله سبحانه وتعالى ويكبره على توفيقه، هذا إذا صنع عمل صالح، أما إذا رأى عمل سيء ماذا يصنع؟ وإن ذكر، والعياذ بالله تعالى، وإن ذكر معصية أو تقصيرا، ابني صرخ بوجهي أنا مطقت كف على وجهه، قوي أنت، نعم، والعياذ بالله، طبعا هذه الأمور التي فيها حقوق الناس تحتاج إلى ترضيتهم، هذا شيء ثاني، لا العياذ بالله الإنسان ارتكب ذنبا أخر صلاته عن وقتها، صلاة الصبح فاتته، شيء بينه وبين الله على الأقل، ماذا يصنع؟ وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله تعالى، هذا الذي يمحو، هذا الذي ينظف، وعزم على ترك معاودته، إلهي لا أعود إن شاء الله بتوفيق منك، اليوم صلاة الصبح فاتت، غدا إن شاء الله صلاة الصبح ما تفوت إن شاء الله، يعزم حتى لو مرة ثانية سقط والعياذ بالله، أيضا في الليل يستغفر الله عز وجل ويعزم على عدم معاودته. خب هذا حل مستقبلي، الآن هذه المعصية صدرت منه، ماذا يصنع بهذه المعصية؟ ومحى ذلك عن نفسه، هذا التقصير أو هذه المعصية يمحوها كيف؟ 3 خطوات الإمام عليه الصلاة والسلام يبين لمحو الذنب الذي ارتكبه الإنسان والعياذ بالله، ومحى ذلك عن نفسه، أولا بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيبين، اللهم صل على محمد وآل محمد، حقا قطعت بركة أهل البيت أسماؤهم الصلاة عليهم، هذه كلها بركات بركات، ماذا يصنع؟ يريد أن يمحو، أولا 3 أشياء، أولا الصلوات، ثانيا وعرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبوله لها، اللهم صل على محمد وعلى محمد،
يقول: إلهي، أنا عرضت بيعة أمير المؤمنين على قلبي وأنا أقبل هذه البيعة، أنا بايعت أمير المؤمنين. هذا ثانيا. ثالثا: وإعادة لعن أعدائه وشانئيه ودافعيه عن حقه. ثلاثة أشياء هذه تسبب محو الأثر، أثر ذلك الذنب. يعني الإنسان بهذه الطريقة يقطع الشيطان، يقطع قلب الشيطان. الشيطان تعب تعب تعب، أغرى هذه النفس، هذه النفس أخذت الإنسان إلى معصية. آخر الليل طريقة لتنظيف المكان، لا أثر، الإنسان ينشد إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثر. هذا يقطع الشيطان أم لا؟ فإن فعل ذلك، هذه الأشياء الثلاثة: الصلوات، عرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبوله لها، إعادة لعن أعدائه وشانئيه ودافعيه عن حقه. إذا صنع ذلك ماذا يصير؟ فإن فعل ذلك قال الله عز وجل: لست أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي. الله على محمد. الحديث قرأته لكم مرة ثانية، اقرأوا هذا الحديث ومرة ثالثة ونعمل بهذا الحديث. إخواني، محاسبة النفس 5 دقائق، 3 دقائق، الإنسان يحاسب نفسه بهذه الطريقة التي علمنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا الآثار العظيمة التي تكون بسبب هذه المحاسبة. هي هذه كلمة الله عز وجل التي قالها، يقولها الله عز وجل، أنه لا يسأل الإنسان عن شيء بعد هذه. هذه ليست كافية؟ اقرأوا هذا الحديث، الحديث موجود في تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. أقول لكم رقم الصفحة أيضا، صفحة أظن 39 أظن، من تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. يقرأ الإنسان الحديث الشريف ويعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى من بركات هؤلاء المباركين صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.